بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة بعنوان استكمالا لعلاج بعض حالات الأمراض العادية. هنبدأ بمرض التهاب العيون. المرض ده بينتج من عدم إزالة المخلفات، الزبل والبول والأمونيا والكلام ده، وبيظهر على الأرنب احمرار في عينيه وسيلان من الدموع، وممكن إفرازات تكون في عينيه يحاول يحكها بإيديه يعني. طبعا الموضوع ده بتاع التهاب العيون ده ممكن هتنظف الحاجة ديت بمحلول البوريك، قطنة بمحلول البوريك، وتدهنه بمرهم تراميسين بشري، مرهم تراميسين رمض بشري، وتدهنه بيها. ده بالنسبة للعيون، التهاب العيون. في مرض تاني اللي هو مثلا زبل السبحة، تلاقي الزبل بتاع الأرانب معلق في بعضه، نازل من السلك بتاع أرضية البطارية، معلق في بعضه زي السبحة. ده بيبقى ناتج قلة الألياف. فده بالنسبة للأرنب اللي هو بيبقى عنده الحاجة دي، ممكن المربي بيزود له دريس برسيم ناشف مع العليقة بتاعته، يزوده له كام يوم كده إن شاء الله يتمنع الموضوع بتاع الزبل ده. في حاجة تالتة بقى برضو ظاهرة بتصادف المربي وهو شغال، اللي هي احتباس البول. هتلاقي إن الأرنب منفوخ وما بيتبولش، يعني تحتيه ناشف بقاله كذا يوم. فطبعا ده علاجه انه ممكن هيحقنه بحقن افيل بواقع مثلا سنتي او 2 سنتي، دي هتسهل له عملية تصريف البول. وهنتناول بقى دلوقتي رد على أسئلة واستفسارات. السؤال الأولاني بيقول: ذكر أرنب راس الأسد مع أنثى كاليفورنيا، واش ينجح خواتي؟ يعني أنا اللي فهمته من الكلام ده إن عنده ذكر راس الأسد هيلقحه مع أنثى كاليفورنيا. طبعا هيطلع هجين، هيطلع كاليفورنيا في مواصفات راس الأسد. دي النتيجة. لكن لو الواحد عاوز، يعني كان حاطط مثلا في فكره انه يشتغل سلالة بيور، يعني يقرب للبيور بمواصفاته، طبعا ما ينفعش ان انا اخد كاليفورنيا بمواصفات راس الاسد، ده بعيد خالص عن البيور، ده للناس اللي هي عايزة تشتغل سلالة. اما انت عاوز تشتغل بقى يعني كهواية منظر يعني وكده، ممكن تلقحهم وهيبقى الناتج هجين. السؤال الثاني بيقول: هل في كتب أكاديمية لتصميم العنابر؟ لو في يا ريت الرابط. معظم الكتب عن نفسي يعني اللي أنا قريتها من حوالي 30 سنة، من ضمن محتوياتها ألف ب نظام العنابر أو نظام
مكان الإيواء للأرانب، وبيتكلموا فيها عن كذا حاجة يعني، حسب الإمكانيات وحسب الكلام ده وحسب الوقت اللي كانوا فيه من 30 سنة، بيتكلموا عن النظم دي والحاجات دي. مكتوب طبعا في الكتب الحديثة مواصفات العنبر بتاع الأرانب، المواصفات الفنية بتاع عنبر الأرانب، مكتوب الكلام ده بالنسبة لنا هنا في مصر. ولكن الدول الأجنبية سبقتنا في إنها عدلت النظم بتاعت العنابر دي من ناحية التهوية ومن ناحية الحرارة ومن ناحية البرودة ومن ناحية الصرف. الصرف عندهم بيشتغل أوتوماتيك، أوتوماتيك ده طبعا بيبقى مكلف شوية لأنه يعني بيحتاج مواتير وويرات وتصميم معين، عشان لا مؤاخذة فيه كساحة يدوس على الزر، الكساحة يلم كل الكلام ده تطلعه بره العنبر. وفي أحدث من كده كمان، إنها ممكن تطلع الحاجات دي على سير بره العنبر مرفوع علوي يصب في ظهر عربية تاخده وترميه بعيد. فبالنسبة للكتب، الكتب موجودة، ممكن اللي عاوز يطلع في الكتب بتاع دكتور سامي علام، وفي الكتب بتاع دكتور سعيد محمد سامي وغيره، في كتب لناس تانية برضو مهندسين زراعيين متمكنين وكده. بالنسبة هنا في مصر ممكن يحصلوا عليها من مكتبة الأنجلو في شارع شريف، لأن في ناس كانت بتسأل على الأماكن برضو، فمعلش يعني بنحاول نساعدهم يعني. فممكن المكتبات العامة الكبيرة. ده بالنسبة للاستفسارات دي، وإلى لقاء قادم بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.